اخوتي اخواتاتي، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وكلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبيزات بالفينو ودقيق الفرص اللي كيجيو رائعين ومرطبين ومصفجين من الداخل باسرار. خليكم معايا وغادي تشوفوا شنو غادي نحتاج في هذه الخبيزات وباش هذه الخبيزات كيجيونا رطب ومصفجين من الداخل. هذا هو الدقيق اللي غادي نحتاج في الخبيزات ديالي. عندي هنايا جوج لايف كبار ديال دقيق الفرص وعندي زلافه ديال الفينو. دائما كنديروا الدوبل ديال الفرص عاد والنص ديال الفينو. ولا بغيتوا الخبز تجيكم بكميه كثيره ما عليكم الا تدبلوا المقادير، ولا الزلافه اللي غتعبروا بها تكون كبيره. انا عبرت بهذه الزلافه، هذه درت جوج لايف ديال الفرص وزلافه ديال الفينو. وعندي هنايا الخميره، خميره العجين، عندي معلقه كبيره عامره دابا كيف ما عرفتوا كاين البرد. عندي واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده كتبقى اختياريه، كنديروها غير على حسب باش الخبيز كتجينا محمره. وعندي هنا معلقه ديال الملحه، وهذا الفينو باش غادي نقرص الخبيزات ديالي. بسم الله على بركه الله، نخلط الدقيق ديالي مزيان. وندير الخميره في الوسط، وعندي الماء دافي للعجين. بسم الله، نكب شويه ديال الماء وندوب. عاد نحاول نطلق هذه الخميره بسبعاني. نبدا نخلط في العجين ديالي شويه بشويه، وانا كنكب الماء غير بشويه باش نحصل على القوام اللي انا بغيت ديال العجينه، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. السر في هاد الخبيزات باش كيجيو زوينين ومصفجين من الداخل وهي الدرك، كنبركو العجينه مزيان. انا غادي نزيد شويه ديال الماء وندرك العجين ديالي مزيان. العجين ديالي مزيان والعجينه هكا رطبه كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ندهنها بشويه ديال زيت المائيه، زيت الزيتون، شي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. واللي ما عندوش زيت الزيتون يدير زيت الاخرى، زيت المائده. هاد الزيت كتخلي الخبيز تجي مرطيبه، ما تجيناش داك القشره ديالها الفوقانيه قاصحه. صافي كندخلو هاد الزويته في العجين، صافي هاهي العجينة ديالي، صافي ساليتها. غادي نغطيها بلاستيك غذائي باش تجيكم دائما العجينة زوينة. دائما كنخليوها تخمر في القصعة، تخمر شويه في الكسعه عاد كنقرصوها. نخلي العجين ديالي تخمر ونرجع معاكم. طبعا بعد ما خمرات العجين تبارك الله ما شاء الله ضاعف الحجم ديال العجينه. غادي نخرج هذا الهواء اللي في قلب منها. بسم الله، شفتوا العجينه كيفاش دايره ما شاء الله. هذا هو السر اللي كيخلي العجينه اولا الخبز ديالنا يجي هشيش ورطب ومصفج من الداخل. شوفوا ما شاء الله مدلوكه مزيان. غادي ندردر هذا الفينو هنايا في الكسعه، نستعنى كاين دهن شويه الروس ديال الصبعان بالماء غير باش ما تلصقش ليا العجين في يدي. ها
انا غندير خبيزات صغار، نتوما الا بغيتو ديروهم كبار ديروهم هكا. كنلوي العجين ديالي في الفينو كيف ما كتشوفوا، ونحطهم هنا في اللاطه اللي فرشت فيها هذا التويب هذا، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نقرص الخبيزات ديالي، ماشي نقرصهم نلويهم بحال هكا نكورهم ونخليهم شويه يرتاحوا عاد نرجع باش نقرصهم معاكم. من بعد ما ارتاحت العجين ديالي دابا غادي نقرصها. بسم الله، ندير شويه ديال الدقيق الفينو شويه من الفوق ونقرص الخبيزات ديالي. منرققهمش بزاف باش ما يجيوش رقاق، المهم شويه على حساب، كاين اللي كيبغي الخبيز تكون شويه غليظه، كاين اللي كيبغيها رقيقه، كل واحد يديرها على حسب هذاك الشيء اللي كيبغي. ونحطها هنا في اللاطه ديالي، نعاود نقدها شويه هكا، ناخذ الخبيزه الاخرى ونقرصها بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نقرص الخبز ديالي كلها كيف ما شفتوا بنفس الطريقه، وغادي نغطيها نخليها تخمر حتى تخمر ونرجع معاكم. هات العجينه ديالنا هانتوما باش تعرفوا العجينه راه خمرات، انا كنهضر مع البنات المبتدئات. العجينه كنبركوا عليها هكا بصبعنا، ملي كنهزوا صبعنا كترجع تطلع داك الحفره كتعمر، يعني راه العجينه خامره. دابا انا الفران ديالي راه شاعل، الفران سخون، غادي نطرح الخبيز ديالي طيب. نسالي الخبيزات ديالي كاملين، غادي نثقبهم هكا بالكيردون باش ما يتبوقوش لينا. غادي نسالي الخبيز ديالي بالطياب ونرجع معكم في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالي، هانتوما شوف كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين على الطرف وكيجيو زوينين ومرطبين ومصفجين ما شاء الله. هانتوما نقسم معكم وحيده، باقيين سخان، نتمنى يكون كيبان لكم، واخا الكاميرا راه ما عاطيهمش حقهم. هانتوما شتو تبارك الله ما شاء الله، هاد الخبيزات كيجيو رطب ولداد وبنان، وكيجيو بهاديك المعلقه ديال زيت الزيتون اللي درت ليهم كيجيو رطبين من القشره ديالهم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، واللايك والكومونتيرات زوينين ديالكم، وشكرا لكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.